عندها يوترس. فاشهر ديفرنشال دايجنوستس هو الموليريان اجينيسيس اللي هو الماير واتسكانسكي سندروم دوت. فهفرق ما بينهم ازاي؟ هو ببساطه في حاجه بسيطه ان انا ممكن اعمل كاريوتايبنج دي 46 اكس اكس دي اكس واي. ثاني تيست اسهل من ده ان انا اعمل تستوستيرون ليفل، هلاقي هنا ان في هايبر اندروجينيميا في الاندروجين سنسيتيفيتي يعني ده ميل ليفل، لكن ده لا مفيش هايبر اندروجينيميا ده في ميل ليفل. طيب نيجي بقى نفرق ما بينهم. الابر فاجينا مش موجوده فيهم هما الاثنين، اليوترس مش موجود فيهم هما الاثنين، الجونادز هنا دي اوفري كويس بيطلع استروجين ما فيهوش مشكله، وده تيستس بيطلع تستوستيرون بيتحول لاوفري بيتحول لاستروجين برضو. طيب البريست هنا بيحصل نورمال ديفلوبمنت بسبب وجود الاستروجين اللي طالع من الاوفري، وهنا بيحصل نورمال ديفلوبمنت بسبب وجود الاستروجين اللي بيتحول من التستوستيرون. البيوبيك هير هنا نورمال لكن هنا لا فيري سكانتي بيوبيك هير لان مفيش اندروجين ريسبتورز. هايبر اندروجينيميا هنا مش موجوده، هنا موجوده بتبقى ميل ليفل والكاريوتايبنج زي ما قلنا. طيب ايه التريتمنت بتاع مش هنعمل شير سكرين؟ تمام تمام كده. ده الجدول بتاع الديفرنشيشن اللي انا كنت بقوله من شويه. بنفرق في الاساس بالاخر حاجتين اللي هو الهايبر اندروجينيميا مش موجود هنا لكن موجود في اندروجين انسنسيفيتي اللي هو بيبقى ميل ليفل تستوستيرون، كاريوتايبنج اكس اكس هنا اكس واي. طيب ايه التريتمنت بتاع الاندروجين انسنسيفيتي؟ هو دايما اي حاجه من حاجات الديس اوردر اوف سيكشوال ديفرنشيشن دي انا دايما بحترم حاجه اسمها الجندر اوف ريرنج. هي هنا دي ريرد على انها في ميل مع ان هي اصلا اوريجينالي ميل عندها تيست وعندها واي كروموزوم، فبالتالي انا اخليهم فول فيميلز. هم ناقصهم ايه عشان يبقوا فول فيميلز؟ اول حاجه اشيل الجونات اللي هي فيها الواي كروموزوم التيست دوت اشيله، لان وجود واي كروموزوم ووجود تيستس ده بيخليني اخاف جدا جدا في ريسك 25% ان هي تتحول لحاجه مالجننت اسمها جونادوبلاستوما، فدوت لازم اعمل جونادكتومي اول ما اشخص الحاله دي. تاني حاجه اعمل فاجينوبلاستي، ده بيبقى ان كورليشن مع حد بلاستيك سيرجريز عشان نعمل لها فاجينوبلاستي بحيث يبقى في فاجينا تقدر تعمل انتركورس طبيعي، واديها استروجين ثيرابي. ليه اديها استروجين ثيرابي؟ هي البنت دي كانت عايشه طول عمرها ان هي عندها استروجين جاي من التيستس اللي انا شلتها، بتعمل تستوستيرون، تستوستيرون بيتحصل له اروماتيزيشن يتحول الى استروجين، فانا شلتها فاذا فقدت سورس الاستروجين بتاعها فممكن يجي لها اوستيوبروزز. تمام؟ طب انا مضطر هنا اديها استروجين زائد بروجستيرون ولا ممكن اديها استروجين بس؟ لا، بما ان مفيش يوترس فممكن اديها استروجين بس. طيب تاني سندروم في الميل سودو هيرمافرودايت اسمه سواير سندروم. ايه بقى سواير سندروم ده؟ سواير سندروم ده عباره عن ميل 46 اكس واي. تمام؟ عادي خالص ميل، بس المشكله هنا ان هو لما جاي يحصل ديفلوبمنت الواي كروموزوم جاي يشوف شغله لقى مفيش اس ار واي ريجن ده. اذا بما ان مفيش اس ار واي ريجن ده اسمه تيستس ديترمايننج فاكتور، فمش هيحصل ديفلوبمنت للتيستس اساسا، فبالتالي هتتحول ودي اول مشكله عندهم هتبقى ستريك جونيتس. تيستس ستريك ما فيهاش خالص ليدك سيل ولا سيرتولي سيل ولا الكلام ده. هيحصل مشكلتين، اول مشكله مفيش اي ام اتش، فبما ان مفيش اي ام اتش فيحصل نورمال ديفلوبمنت اوف مولاريان ديريفاتيفز. تاني مشكله انه مش مفيش تستوستيرون، فمفيش تستوستيرون دي بتعمل حاجتين، مش هيحصل ديفلوبمنت اوف الميل دكت سيستم ومش هيحصل فيريلايزيشن للاكسترنال جينيتاليا فهتتحول لفيميل اكسترنال جينيتاليا. تعالوا نلخص السندروم، اسمها سواير سندروم. اول حاجه الجونادز بتاعتها 46، الجونادز بتاعتها ستريك جونادز ستريك تيستس. تاني حاجه الكاريوتايبنج بتاع الشخص ده 46 اكس واي. ثالث حاجه الانترنال جينيتاليا نورمال فيميل، ودي بقى حاجه مهمه جدا 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 نخلي بالنا منها، ان دي الوحيده اللي 46 اكس واي ويز يوترس، يعني ده الوحيد الميل ويز يوترس او 46 اكس واي ويز يوترس او سودو هيرمافرودايت ويز يوترس، هو ده الحاجه الوحيده ودي بتيجي في الام سي كيو اللي هي سواير سندروم. ليه ويز يوترس؟ عشان هنا مفيش اي ام اتش. اخر حاجه الفيميل اكسترنال جينيتاليا بتبقى فيميل ومفيش اي سبيسيفيك فينوتيبيكال فيتشرز. طيب هعمل لها ايه؟ هو دي جايه بتشتكي من ايه؟ نفس الكلام برايمري امنوريا، هو في يوترس بس مش هيجي لها منسز لان مفيش اوفرز.
فبالتالي هعمل لها سونار هلاقي بقى يوترس. طبعا دي هتاخد وقت شويه في التشخيص على بال ما عمر ان انت توصل انه مفيش اوفرز وان دي اصلا تيستس ومش عارف ايه، بس في النهايه خلاص عملت كاريوتايبنج طلع 46 اكس واي وفي يوترس، يبقى ده سواير سندروم. بما ان دي تيستس يبقى التريتمنت بتاعنا لازم يتضمن ان انا اشيل التيست، تمام؟ لازم اعمل جونادكتومي، تمام؟ ده رول. بما ان الجونات تيستس فيها واي كروموزوم، في واي كروموزوم يبقى لازم اشيلها. طيب في هرمون ريبليسمنت ثيرابي، طبعا لازم اديها هرمون ريبليسمنت ثيرابي، بس هنا بما ان في يوترس فلازم ادي استروجين زائد بروجستيرون، تمام؟ دكتور لو سمحت، هو نونان سندروم مش موجود في يوترس هو كمان؟ نونان سندروم ده اسمه ميل، ده مش تبعنا انا اصلا لما جيت اختار الحاجات ده مش مفروض ان انتوا تعرفوه اساسا. هو موجود في الكتاب كده عنوين كده، هو انا فاهم وبيبقى الوايت كروموزوم بايظ، مش تبعكم يعني، مش تبعنا احنا كمان يعني، مش تبعنا في الشغل اصلا، فاهم؟ ودوت مش تبع السودو هيرمافرودايتس برضو، انا كلامي هنا عشان السودو هيرمافرودايتس. بعد كده ثالث واحد في السودو هيرمافرودايتس الميل الفايف الفا ريدكتيز ديفيشنسي، ده ايه اللي حصل؟ ده كان ميل ماشي في السكه الطبيعيه خالص اللي هو اس ار واي الاول اكس واي، بعد كده اس ار واي، بعد كده نورمال تيستس. النورمال تيستس عملت اللي عليها وطلعت ام اتش، حصل له سبريشن، عمل سبريشن للديفلوبمنت اوف مالريان دكت، عملت اللي عليها الجزء الثاني وطلعت التستوستيرون. التستوستيرون اشتغل اول جزء من شغله وعمل ديفلوبمنت للميل دكت سيستم، جاي يشتغل الشغل الثاني من شغله لان مفيش 5 الفا ريدكتيز، فبالتالي ما تحولش لديهايدرو تستوستيرون، فبالتالي ادانا في ميل او امبيجوس جينيتاليا. ليه هنا انا كاتب في ميل او امبيجوس؟ لان هو عمره ما بيحصل ديفيشنسي للانزيم بنسبه 100%، دايما بيبقى فيه شويه انزيمز كده باقيين ولو كانوا صغيرين جدا، فدول بيعملوا ديفرنت ديجري اوف امبيجوس جينيتاليا، ممكن يبقى امبيجوس جدا جدا الى ان هو يبقى فيري فيو تشينجز من النورمال فيميل، تمام كده؟ فاذا ان ده لو نحطه في نفس الكاتيجوري بتاعنا، برضو اول حاجه الكاريوتايبنج 46 اكس واي، الجونادز نورمال تيستس، وهنا دول نورمال ما فيهمش مشكله، الانترنال جينيتاليا نورمال ميل، الاكسترنال جينيتاليا امبيجوس اور اكسترنال اور فيميل اكسترنال جينيتاليا، تمام؟ لو جيت اقيس التستوستيرون ليفل هنا هلاقيه عادي ميل ليفل برضو ما فيهوش مشكله. احنا كده خلصنا الميل سودو هيرمافرودايت، هندخل على الجزء الثاني اللي هو الفيميل سودو هيرمافرودايت. ما دام قلنا فيميل في الاول، الكلمه اللي بنبدا بيها دايما افتكره هو دي الجونادز، فيميل يبقى الجونادز بتاعها اوفري، لكن لما جاي يحصل سيكندري سيكشوال كاركترز او جاي يحصل ديفلوبمنت للاكسترنال جينيتاليا حصل ان هي بقت ميل، تمام؟ ايه اشهر اسباب السودو هيرمافرودايت؟ الكونجنتال ادرينال هايبربليز، دي اشهر سبب وده اللي احنا هناخده. طب اذر كوزز، انه واحده وهي حامل طبعا في ميل فيتس جالها اندروجين سكريتنج تيومرز من الاوفرز او الادرينالز المكانين اللي بيطلعوا اندروجين، فبالتالي نسبه الاندروجين في جسمها زادت فعدت البلاسينتا، لو حصل قبل 14 اسبوع عدت البلاسينتا راحت على الميل اكسترنال جينيتاليا، الفيميل اكسترنال جينيتاليا اسف بوظتها، او لو الواحده بتاخد اكسوجينس، الواحده الحامل بتاخد اكسوجينس اندروجين برضو فيحصل نفس الكلام. طيب ناخد بقى السندروم بتاعتنا اللي هي كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. ايه كونجنتال ادرينال هايبربليزيا؟ المشكله هنا حصل انه في انزيماتيك ديفكت اثناء السنسز بتاع الكورتيزول، في انزيمز كتير اشهرهم وده فوق ال 90% او 95% سندروم اسمه 21 هيدروكسيليز، فبيحصل 21 هيدروكسيليز ديفيشنس، ده في باسوي طويل اخره ان هو يحصل يكون كورتيزول. طب مفيش عندي كورتيزول سكريشن، فبالتالي بيعمل كذا مشكله. اول مشكله هيعملها ان هو ديفيشنت كورتيزول، الديفيشنت كورتيزول ده في حد ذاته ده مشكله كبيره جدا، الست دي البنت دي ما عندهاش اي ريسبونس للستريس، يعني لو جالها دور برد ممكن يموتها، ما عندهاش كورتيزول بيطلع، تمام؟ تاني حاجه ان هي ما عندهاش الدوستيرون، فبالتالي عندها سولت لوزنج كرايسيس، ممكن ساعات بيدخلوا في سولت لوزنج كرايسيس ما عندهاش الدوستيرون. تالت حاجه انه بما ان ما فيش كورتيزول بيزود الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش ده بقى يروح على الادرينال، هو بيحاول يزود اي حاجه فبيزود السنسز بتاع الكورتيزول عشان مفكر ان هو هنا هيزود لي في النهايه كورتيزول، فكل البريكورسرز اللي قبل ما يتحولوا الكورتيزول دول ادرينال اندروجينز بيزودوا التستوستيرون في النهايه بيتحولوا لتستوستيرون. اشهرهم واحد اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون، وده اللي انتوا لازم تعرفوه عشان هو ده اللي احنا بنقيسه ونشخص منه السندروم دي، فبالتالي بيزود الادرينال اندروجين اللي هو اشهرهم 17 هيدروكسي بروجستيرون،
وبيزود التستوستيرون طبعا دوت هيروح في النهايه يعمل لي فيرلايزيشن في الاكسترنال جينيتاليا وتبقى امبيجوس جينيتاليا. هنحطها في نفس السكيم بتاعنا الكاريوتايبنج بتاعها 46 اكس اكس الانترنال جينيتاليا في ميل انترنال جينيتاليا عاديه ما فيهاش مشكله. ليه؟ لان هي هنا عندها اي ام اتش طبيعي ما... سوري اسف ما فيش اي ام اتش فبالتالي ما حصلش انهيبيشن لل الموليريان داكت ديفلوبمنت. اكسترنال جينيتاليا امبيجوس وفيرلايزد الجونادز نورمال اوفرز. طيب الفينوتايب اولا البنات دول بقى بيشتكوا من ايه؟ من حاجه اسمها هيتيرو سيكشوال بريكوشس بيوبرتي او مش لازم بريكوشس ممكن هيتيرو سيكشوال بيوبرتي. يعني لما بييجوا يحصل لهم بيوبرتي تلاقي صوتهم اخشن عندهم شعر في كل جسمهم كانهم ولاد. الكليترس بتاعهم بيكبر يبقى شكله بينس. ساعات الليبيا ماجورا بتكبر تبقى شكلها تستس. اعتقد ان المشكله اللي حصلت اخيرا بتاعت ابن هشام سليم هو كان عنده المشكله دي اللي هو كونجنتال ادرينال هايبربليجيا وهو كان شكله ميل جدا وتحول بقى. هو عمل بعد كده العمليات طبعا دول بياخدوا هرمونز كتير جدا بيفضلوا ماشيين على اندروجين بهاي دوز لحد ما يتحولوا ميلز وبيعملوا بلاستيك سيرجري. تمام فهو ده المشكله ان هو هنا دول بيبقوا اتربوا من هما صغيرين اهلهم بيعاملوهم على ان هما بنات لكن هما شعورهم بنفسهم ان هما اولاد ولاد في كل حاجه عايزين يلعبوا مع اولاد عايزين يحسوا ان هما اولاد. اول ما بيحصلوا يبقوا بيوبرتي عندهم نفس الديزايرز بتاعت اي ميل فبالتالي بتحصل لهم بقى مشكله كبيره جدا 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 في الجندر ايدنتيتي بتاعتهم. يعني بيبقى في اكسسيف بيوبيك واكزيلري هير والمشكله الاساسيه اللي هي ممكن تؤدي ان هم يموتوا اللي هو فيتشرز اوف ديكريز كورتيزول والدوستيرون هايبوتنشن والسولت لوزنج اللي هو ديكريز الصوديوم وانكريز البوتاسيوم. المشكله دي مش لازم تحصل. يعني في اطفال بيتولدوا بي عندهم حاجه اسمها سولت لوزنج فورم وده بيبقى سيفير. في اطفال بي عندهم مايلد فورم ما فيش مشكله وفي ناس بيحصل لهم ديليد اونست اصلا كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. الديليد اونست دي ما بيبقاش عندهم اي حاجه من الكلام ده خالص ولا امبيجوس جينيتاليا ولا الكلام ده كله. هم بيبقى عندهم هيرشوتيزم بس ومشكله في المينستريشن بيبقى شبه البي سي او. فانا بس عايزكم تعرفوا الحكايه دي تحطوها في دماغكم انه وان اوف ديفرنشال دايجنوزز اوف بي سي او هو الديليد اونست كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. هو البي سي او دي مشكلته كانت ايه؟ مشكلته كان انه في منسترال ريجولارتيز في انوفيوليشن مفيش مشكله في مشكله في الاوفيليشن وفي هيرسوتيزم. الثلاث حاجات دول موجودين فين؟ في الديليد اونست كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. ما عندهمش مشكله خالص في الجينيتاليا يا جماعه. دي بتبقى في ميل عاديه جدا 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 جت بريزنتد لدكتور ناسا تشتكي من يا اما الدوره بتاعتي مش منتظمه يا دكتور او عندي مشكله في الفيرتيلتي بتاعتي عشان مفيش اوفيوليشن. من التستات اللي احنا بنطلبها روتين بنطلب 17 هيدروكسي بروجستيرون. لو طلع اليفيتد يبقى الست دي مش بي سي او ده فورم اسمه ديليد اونست كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. ده علاجه مختلف احنا لو ادينا لها كورتيزون الموضوع كله هيتظبط. طيب بشخص ازاي الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا؟ بشخصها ان هو امبيجوا جينيتاليا زائد اليفيتد 17 هيدروكسي بروجستيرون. خلاص انا كده شخصت. التريتمنت لازم بياخد كورتيكوستيرويد ريبليسمنت فور لايف عشان انهبيت الاي سي تي اتش وعشان هو دي حاجه محتاجاها ان هي تفضل تاخد كورتيكوستيرويد عشان ما يحصلهاش مشكله في الاستريس كرايسيس اللي هتقابلها. بعمل بلاستيك سيرجريز عشان اصلح اي ديفورميتي عندها وطبعا لازم اعمل جندر اسسمنت وسايكو سوشيال ثيرابي ده بيبقى مهم جدا. بس انا كده خلصت. في حد عنده اي سؤال في الدرس الديس اوردرز ده؟ حد حابب يسأل أي حاجة يا شباب؟ كان في سؤال كنت بتسألوه لما الدكتور كان دكتور. هو أنا كان عندي سؤال هو أنا السويرز بيبقى الأوتفيت بتاعها إيميل ولا فيميل؟ مين يا دكتورة؟ اللي هي السوير سندروم الاوتفيت يعني شكل المره بيبقى ايميل ولا فيميل؟ انت قولي لي هو الميل دوت محتاج ايه عشان يبقى شكله ميل؟ محتاج ايه اللي هي محتاج تستوستيرون في النهايه الصوره النهائيه محتاج تستوستيرون. هي اصلا ما عندهاش تستس. هو المشكله ان ده الشخص ده ما فيش تستس ما اتكونتش عشان ما فيش اس ار واي اساسا. فهمتي قصدي؟ فما فيش اصلا تستوستيرون فما ينفعش يبقى شكله ميل. دايما بفكرك انه الميل ده اكتف بروسيس محتاج تستس ومحتاج تستوستيرون ومحتاج ريسبتور ومحتاج 5 الفا ريداكتيز ديفلوبمنت صعب. لكن الفيميل ده سهل جدا مش محتاجين حاجه. اي واحد كده لو طلع ما عندوش اي حاجه هيبقى فيميل ما عندوش اي حاجه من الكلام ده. اوكي تمام فهمت. ميرسي يا دكتور. تمام طب دكتور اللي هي اخر حاجه
في ترنر سندروم في الكتاب مكتوب ان الاكس كروموسوم الوحيد السورس بتاعه بيكون ماتيرنال ان اوريجين. الكلام ده غلط صح؟ لا مش فاهمك يا دكتور قول تاني. في الكتاب مكتوب ان في ترنر ان الاكس كروموسوم بيكون ماتيرنال ان اوريجين اللي هو الاكس الوحيد اللي موجود عندنا. لا مش شرط مش شرط. تمام تمام تمام. حد عنده سؤال تاني؟ في اخر حاجه احنا قلناها ان احنا هندي كورتيزون وكده او ان انا اعمل لها بلاستيك سيرجري. يعني الحل ان انا اخليها بنت مش ان انا احولها ان هي تبقى ميل. لا لا الحل مش ان انا اخليها بنت. انا قلت في الاول ان انا لازم احترم جدا الجندر اوف ريرينج. هي تربت على ان هي ايه؟ لو هي تربت على ان هي ولد يبقى هي تبقى عايزه تبقى ولد. لو هي شايفه نفسها ولد يبقى هي تبقى عايزه تبقى ولد من غير ما ندخل في نقاشات بقى هل ده حلال حرام ينفع ما ينفعش. مش شغلي ما اعرفش بس هو ده اللي لازم يحصل. فاهم؟ لازم هي تقبل نفسها. هتقبل نفسها بسيرابي هتقبل نفسها مش عارف ايه. فهو مش الحل ان هي تبقى بنت. الحل ان هي تقبل نفسها. اوكي مش مسيادة. نعم تمام يا شباب. تمام يا دكتور. مرسي لحضرتك جدا ومرسي لوقت حضرتك تعبنا حضرتك معانا. شكرا لك.